اهلا بحضراتكم من جديد وفقره صباح البلد الرياضيه الاسبوعيه كل يوم حد دايما الجديد والمفيد وطبعا الساحره المستديره اللي مسيطره على قولنا كلنا كره القدم دايما يعني بتحوز على نصيب الاسد دايما معانا الجديد النهارده طبعا بنتكلم عن انطلاقه الدوري الاسبوع الاول رايكم في مستوى الدوري بشكل عام ايه رايكم في نقل المباريات مستوى الصوره ايه رايكم في بعض الانديه في بعض الانديه فاجئتكم في بعض الانديه صدمتكم كل ده هنتكلم فيه وموضوعات اكيد تانية ومحاور تانية ولكن اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي منورنا النهارده وناقدنا الرياضي الاستاذ محمد البرمي صباح الفل يا استاذ محمد صباح الفل حضرتك صباح الفل على كل الساده المشاهدين عايزين بقى ايه نصحصح الجمهور بقى معانا النهارده لانه الدوري بدا جامد جدا في وجود الجمهور عايزك تنقل لي كده يعني انطباعاتك تعليقك على مستوى الجوله الاولى في وجود الجمهور يعني الحقيقة أنا شايف الجولة الأولى كانت مفاجأة بالنسبة لي على المستوى الشخصي أعتقد أنها كانت مفاجأة لأغلب أو لمعظم الجماهير عادة لما الدوري بيبدأ بيكون أول أسبوع تاني أسبوع تالت أسبوع بيكون اللعيبة لسه بتسخن يعني مش في كامل لياقتهم البدنية مع الأسبوع الخامس يبدأ الدوري يكون أحسن لأ احنا بداية من الأسبوع الأول حتى استمرارا لبعض المباريات اللي اتلعبت امبارح من الأسبوع الثاني لا الدوري السنة دي مختلف جدا مختلف يمكن أنا حتى كنت بتكلم في جزء امبارح إن يعني دي من المرات القليلة اللي هنقول عليه الدوري الممتاز مش دوري الدرجة الأولى دوري ممتاز لأن احنا شفنا مستويات كبيرة جدا لفرق كتير جدا زي. يعني عندنا مثلا مباراة سموحة والاتحاد في الأسبوع الأول 4-4 عدد أهداف كبير جدا مباراة فيوتشر مع فاركو كانت قوية جدا مباراة الأهلي والإسماعيلي كانت حلوة فيها كورة مباراة إنبي والزمالك كان فيها كورة حلوة حتى مباراة المصري وغزل المحلة ما كنتش قادر تتوقع مين اللي هيفوز يعني الفريقين اتعادلوا شايفين في أسماء جديدة في الدوري أسماء سواء تلعب في الدوري للمرة الأولى أو سواء محترفين أجانب كتير جدا سيراميكا كمان قدم مستوى جيد جدا الأسبوع الأول لا ففي اختلاف كبير جدا أعتقد الاختلاف ده هيكمل كمان في ملاحظات كتير مهمة زي مثلا النقل التلفزيوني النقل التلفزيوني مختلف يعني احنا كان في شكاوى دايما من النقل التلفزيوني احنا النهاردة النقل التلفزيوني فيه مباريات بتلعب 10 كاميرات و19 كاميرا و20 كاميرا فده بيخلي النقل التلفزيوني مميز جدا وجزء عموما من ان يعني اذا تعاملنا مع الكورة كبضاعة او سلع عموما او منظومة فاعتقد ان احنا بدأنا نحط لبناتها الموسم ده رابطة الأندية عاملة شغل كويس جدا احنا عايزين بقى يعني قبل ما ننطلق لرابطة الأندية برضو فكرة انه احنا عندنا منافسة جديدة وحضرتك ذكرت انه الجانب التهديفي يمكن ده ابرز حاجة هل سبب الجمهور بيبقى له سبب في ان احنا نشوف متعة اكتر في اثارة اكتر في كورة في اهداف اكتر اعتقد طبعا الجمهور وجوده حضوره عموما او وجوده في كل المباريات مهم جدا جدا عندنا اندية كتير جدا اندية شعبية وحتى الاندية اللي صاعدة حديثا عندها جمهور ويعني وده بيأثر بشكل كبير جدا على اللعيبة مثلا لما مباراة الأهلي والإسماعيلي لما هتتلعب جمهور في جمهور من الإسماعيلي وجمهور من الأهلي في روح في الملعب فهي الفكرة إن احنا لو بصينا لها كلها هي المنظومة ايه بالظبط المنظومة عندنا رابطة بتدير الدوري بشكل كويس عندنا الدوري منتظم من غير تأجيلات المستوى الفني جيد الجمهور والحضور الجماهيري مميز النقل التلفزيوني مميز فكل ده مع بعضه بينقلك في النهاية بينقل الدوري بتاعك ليه بيرفع كمان قيمة بيرفع المسابقة على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي طيب الدوري. لو هنتكلم على دور رابطة الأندية ايه أكتر حاجة لفتت نظرك ايه أو ايه البصمة اللي انت شايفها واضحة قوي في دور رابطة الأندية يعني أهم حاجة بالنسبة لي حاسس انها واضحة ان احنا ان في النهاية احنا عارفين ممكن نكلم مين يعني في دايما في كده طب نكلم لجنه المسابقات ولا نكلم اتحاد الكوره نكلم لا احنا عندنا رابطه الانديه كل نادي واعضاء اللي بيمثلوا الرابطه كل نادي ممثل موجود فيها فبالتالي ما فيش حد ما نقدرش بقى جو الموضوع الشكاوى والازمات واصله واحنا هنعمل ايه لا ما فيش كده في منظومه بتدير البطوله انا شايف لحد دلوقتي هم عاملين شغل كويس الجمهور رجع النقل التلفزيوني جيد جدا الشكل المباريات جيد جدا فالمستوى الفني كمان
للفرق. اعتقد مع الوقت هم هيقابلهم طبعا تحديات كثيره جدا زي التاجيلات كتير اللي هتقابلهم طبعاً. المنتخب لسه هيرتبط بمباريات الاهلي والزمالك والفرق الافريقيه هتاثر شويه المسابقات القاريه، لكن اتمنى ان هم يوصلوا ان كل كمان ما التأجيلات هتكون اقل كل ما يكون ده سهل على الكره المصريه. هل انت بالزبط. شايف انه بنفتقد بس ان احنا يبقى الناس كتيره كانت بتطالب انه يبقى في شعار ثابت للدوري نفسه طبعاً. رابطه الانديه عملت لها شعار وبنشوفه بيظهر في الفواصل في الماتشات، انما اللوجو شعار الدوري نفسه مازال لم يتم حسمه. طبعا اسم الدوري نفسه لازم يتحسم، هل الدرك بالظبط اسم الدوري المصري يعني هيكون الدوري المصري الممتاز ولا يعني في النهايه لازم اسم الدوري لازم في او الهويه بالزبط بتاعته لازم بالظبط لازم محصول. شعار كمان للدوري، كل الحاجات دي بتكون مؤثره. انت في طبعا. النهايه الكوره دي عشان نكون بس متفقين، يمكن احنا من بدايه هي صناعه صحيح، فخلاص لازم ناخد خطواتها زي ما العالم كله موجود فيه. طيب استاذ محمد، عايزين ننتقل لمحور تاني هو محور المنشطات. كان اخر تصريح لنادي البنك الاهلي اتكلم وقال انه لاعب من يعني من داخل صفوف النادي اللي هو كريم بامبو كان بيتناول الادويه اللي فيها نسبه منشطات منذ شهر مايو، ده حسب تصريح النادي. تعليقك على ده؟ هو انا شايف فيه يعني انا عايز بس اتكلم عن جزء ايجابي قبل جزئيه كريم بامبو. فكره ان احنا كان دايما موضوع الكشف عن المنشطات بيكون للانديه المصريه او المنتخب لما بيشارك في بطولات قاريه. فكره ان احنا كمان يكون عندنا كشف على المنشطات في الدوري المحلي، فانا يعني بسمن هذه الفكره جدا، هي فكره رائعه جدا واتمنى انها تستمر، واتمنى ان ده يكون موجود بشكل يمكن على دوري الدرجه الاولى والثانيه وعلى كل المستويات وعلى كل الفئات الرياضيه. فدي اول حاجه انا شايفها نقطه ايجابيه كبيره جدا في كريم بامبو. يعني ما نقدرش نجزم بحقيقه الامر، لكن انا عايز اتكلم في جزئيه هنا ان بعض اللاعبين بياخدوا ادويه هي ادويه ممكن تكون عاديه جدا لكن بيكون فيها جزء منشط وهو ما بيبقاش عارف عشان كده بالظبط. فده يعني انا بشوف ده جهل من اللعيبه وعدم ثقافه وجود ثقافه طبيه في الانديه او عند اللاعبين. فكره ان انا لازم اخد ادويه، باخد ادويه وخلاص، باخد اي نوع دواء يقابلني من غير ما ارجع للطبيب منشطات. عندنا حالات في لاعبين، هل ده بيبقى قصور من اللاعب فقط ولا قصور كمان من طبيب الفريق؟ قصور من اللاعب، قصور من الرقابه اللي المفروض اذا يبقى اذا 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 طبيب الفريق عارف ان اللاعب كان بياخد النوع الدواء ده ولم يحصره بالظبط، فده بالتالي هو يتحمل المسؤوليه كامله. في لعيبه ثانيه لان اوقات الاتحاد الدولي بيسمح بلاعبين، محمد بركات مثلا كان بيتناول بعض الادويه كان فيها نسبه منشطه لكن هو كان بيتناولها لانه كان مسموح بها كان عنده مشكله. في لاعيبه ثانيه مثلا وقعت في مشاكل بسبب ده، حسام غالي مثلا في النصر السعودي اتوقف سنتين بسبب منشطات وبعدين مع التحليل واكتشف في النهايه ان لا هو الراجل كان بياخد نوع من الادويه ما يعرفش واترفع الايقاف وهكذا. طيب. فبالتالي احنا عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه في مصر ما عندهمش ثقافه طبيه. اتمنى احنا نرفع الوعي ده بالظبط، هو ممكن يتعمل دورات في الانديه او حتى الاطباء ان هم يوعوا لاعبيهم ان ما يقعوش في الفخ ده. طيب احنا هننتقل من ملف المنشطات لملف احتماليه او اصداء احتماليه عوده رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور يعني المشهد الرياضي وصفوف القلعه البيضاء. تعليقك؟ هو كان الله في عون جمهور نادي الزمالك بصراحه، يعني جمهور نادي الزمالك مش عارف يعني هيلاحق من رحيل مرتضى منصور، عوده مرتضى منصور، رحيل اللجنه، بقاء اللجنه، انتخابات الزمالك هيتم اجراء انتخابات الزمالك مش هيتم اجراءها، وقف القيد في نادي الزمالك، عقوبات كل يوم على نادي الزمالك بسبب اللاعبين. فيعني فانا مشفق بصراحه على جمهور الزمالك وعلى الوضع اللي هم موجودين فيه. اتمنى يعني اذا عاد المستشار مرتضى منصور مره اخرى للساحه الرياضيه اتمنى ان هو يعود بشكل مختلف، يعني بمشاكل اقل، بخلافات اقل، بصراعات اقل، يكون تركيزه اذا عاد نادي الزمالك تركيزه على حل المشاكل الكتير اللي ادارته او الاداره اللي بعده وقعت نادي الزمالك فيها، لان ده في النهايه بيأثر بشكل كبير على النادي. احنا بنتكلم فيه غرامات تتجاوز ال 100 مليون ايا كان ما هو المجلس وبيتحملها او المجلس الحالي بيتحملها، لكن في غرامات 100 مليون
فإضافة طبعا لمشاكل كتير جدا دخل فيها نادي الزمالك. فأتمنى أن عودته للمشهد الرياضي إذا تمت أو إذا ده حصل تكون مختلفة، يعني تكون أهدى كمان، تكون فيها مشاكل أقل، فيها خلافات أقل، فيها تصويت حسابات أقل، لأن ده في النهاية مهم لنادي الزمالك ومهم له هو كمان أنه ما يدخلش تاني في هذه الصدمات. ومهم كمان أن الزمالك يخرج من الكبوة، الزمالك القيد موقوف في نادي الزمالك. فيعني فايه المشاكل اللي ممكن تحصل لنادي الزمالك تاني اكتر من المشاكل الحاليه؟ فيعني اتمنى ان يكون عوده هادئه اذا حصل، يعني لصالح نادي الزمالك مش 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 ضد نادي الزمالك. طيب ملف اخر هو طبعا ملف منتخب مصر. بنشوف المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش او كيروس على حسب ما بيحب ان هو يتقال عليه، حضوره في مدرجات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، كنا شايفينه في أكتر من مشهد مع الفريق المعاون دي. هل ده بيفتح باب النقاش عن احتمالية دخول عناصر جديدة في تشكيلة المنتخب الوطني قبل مباراة مصر والجابون وأنجولا؟ أعتقد إن شاء الله في شهر 11 يعني. يعني كان في اختيارات القائمة الأولى كان كل شوية في اختلاف ما بين خروج أفشة ومحمد شريف من القائمة، ثم كان الكلام إن الراجل بيثق في اللعبة المحترفة أكتر من اللعبة المحلية وعنده جرأة إنه يشركهم. أنا هاخد من الجزء ده الجرأة، إن هو الفكرة إن يشارك عمر مرموش ويراهن عليه ويظهر بمستوى ده، بيلعب في الدوري الألماني طبعا لعيب كويس، أتمنى إن الجرأة دي تستمر كمان في على المستوى المحلي. أكيد هو حاليا عنده وقت أطول إن هو يشوف كل الفرق، يشوف كل الماتشات، يشوف اللعيبة بشكل كويس جدا، سواء لعيبة أهلي أو زمالك أو اللعيبة اللي صاعدة حديثا. أتمنى في لعيبة كتير جدا في الدوري المصري تستحق الانضمام لمنتخب مصر، فأتمنى هذه الجرأة تستمر في ضم لاعبين للمنتخب من غير مجاملات، من غير ما يكون في حسابات لضم بعض اللاعبين. يعني احنا شفنا بعض اللاعبين ظهروا في المباراة الأسبوع الأول من الدوري بمستوى مزري، واللعبة دي كانت بتنضم للمنتخب مع كابتن حسام البدري. يعني بتتوقع ان يكون في اعادة نظر شاملة لازم في لازم. يعني العناصر الحالية ربما لازم ممكن تستبدل يعني. لازم يعني كتير من اختيارات كابتن حسام البدري كان عليها مليون علامة استفهام، في مشاكل كتير جدا فيها، في لاعبين احنا مش عايز اسمي لعيبة مثلا، بس باهر محمدي مثلا في مباراة الاهلي والاسماعيلي كم اخطاء ومشاكل دفاعية يعني رهيبة. باهر كان بينضم للمنتخب، ياسر ابراهيم مع الاهلي لم يشارك اصلا كان تم ضمه للمنتخب، عمر جابر مستوى متراجع جدا ضمه للمنتخب، فبالتالي كل دي اسماء بتنضم للمنتخب دي اسماء متراجعه، فمحتاجين اللعيبه محتاجه طبعا بالزبط. يعني مع كامل الاحترام لكل اللعيبه احنا بنتكلم فنيا على حد، لانه التفاوت في مستويات اللاعب دي بالوردة جدا بالظبط. يعني احسن المعيار الوحيد اللي اتمنى يكون موجود في ضم لعيبه المنتخب، مش مهم من النادي بيلعب في نادي ايه، مش مهم الشعار اللي بينتمي ليه، مش مهم اي حاجه غير ان هو على المستوى الفني جيد ومفيد للمنتخب مصر. علشان لما لاعب في استر مثلا او في سيراميكا كليوباترا او في فيوتشر، لما بيلاقي نفسه عنده فرصه انه ينضم لمنتخب مصر بيدي فرصه كمان لباقي اللعيبه انها تجتهد اكتر بالظبط وتنضم للمنتخب. كان في حتتين في جزئيه ذكرت ايسترن كومباني، الناس كانت في تصريحات كده او سمعنا انه في احتماليه انضمام عنصرين من دفاع نادي ايسترن كومباني لتشكيله المنتخب، او ان هو يعني قيد البحث من كارلوس كيروش. اذا ده حصل، يعني احنا مش ما نقدرش نتحقق من حقيقه ده، بس اذا ده حصل فده مهم جدا، انه ده الجزئيه اللي بتكلم فيه اللي هو اللاعب اذا يرد على الحته اللي اللاعب اذا لقى ان انا بلعب في ان المعيار الوحيد للضم الانضمام للمنتخب مش شعار النادي اللي انا بلبسه او نادي جماهيري او لا، هيموت نفسه في الملعب وهيدي امل او طموح لغيره من اللعيبه انها تظهر. ده هينعكس على مستوى اللعيبه في الدوري المصري وهينعكس على مستوى المنافسه في المنتخب. هل يمكن هو بالفعل انعكس على المستوى اللي شفناه يمكن في الجوله الاولى، لان احنا شفنا يعني كارلوس كيروس في طبعاً المدرجات
فهل انه بتبقى الاخبار دي بتتنقل للعيبه انه الجهاز والمدير الفني المنتخب موجود، فهل ده ممكن سبب من اسباب الحاله العامه للمستوى الدوري في الجوله الاولى؟ بالظبط، وهينعكس بالايجاب على اللعيبه الموجوده اساسيه في المنتخب. اذا حست ان هي كمان مكانها في المنتخب مهدد، اذا يعني في لعيبه تحس شويه بتشعر انها مطمنه ان انا كده كده في المنتخب، لا ده غير صحيح. يعني في مباراه حتى المنتخب عمرو السولية كان بيلعب طارق حامد على الدكه، طارق حامد بيلعب وهكذا، النني على الدكه، مفيش، انت ما بتقدرش تحدد هو راجل هيختار بناء على ايه. عكس مثلا فترات سابقه، لا خلاص انت بتبقى نازل عارف اللعيبه دي كويسه اللعيبه دي وحشه هتلعب. ده 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 خطأ كبير جدا. في ناس بتتكلم على انه مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة اعتقد هتبقى عامل مهم جدا طبعاً. في يعني اختيار كارلوس كيروش للقوام الرئيسي للمنتخب، وتحديدا طبعاً. بقى حتة وجود طبعا لاعبنا الكبير خط الوسط المحوري قفشة وكمان الهجام شريف، يعني اعتقد طبعا هتبقى مؤثره جدا. مباراه الاهلي والزمالك هي اقوى ديربي، هي القمه، قمه الدوري اعتقد، كمان هي قبل معسكر المنتخب وقت قليل جدا، جايه في توقيت بالظبط، جايه في توقيت يعني مهم وصعب. انا اعتقد صعب، انا مشفق على المنتخب لان هو ما عندوش وقت اللي هيكون ما عندوش وقت كافي للتجهيز للمباريات. وانا انا انا شايف اذا كان في يعني اذا احتاج المنتخب تاجيل المباراه اتمنى ان ده يحصل، لان احنا محتاجين نفوز احنا بنسبه كبيره ضمننا الصعود، لكن احنا محتاجين نركز اكتر في الماتشين الجايين مع المنتخب، محتاجين نفوز بكل الماتشات اللي جايه مع المنتخب على امل بسيط ان احنا ندخل في الترتيب الخمسه الاوائل باذن يعني اذا ده حصل ده هيفرق معانا كتير جدا. فكره ان انت تلاعب فريق من التصنيف الثاني عكس ما تلعب فريق من التصنيف الاول، فيعني احنا كل تقريبا المؤشرات بيقولوا هنلعب حد طبعا من التصنيف الاول، أتمنى بس ربنا ايه اتمنى القرعه تبقى خفيفه علينا ان شاء الله. اتمنى ان احنا يعني بإذن الله. اذا فزنا نلحق ندخل في طيب التصنيف الاول. هنختم بيه بمباريات الكوره الاوروبيه واحد افضل لاعبي العالم على لسان المتابعين والمنتقدين والخصوم، يعني محمد صلاح ما زال طبعا بريقه بيلمع وما زال في حالة الـ يعني النجومية العالية والتوهج، لسه في تعثر في المفاوضات ما بينه وبين نادي ليفربول في رفع الراتب، يعني انت شايف تعليقك على المشهد ده؟ هو يعني انا شايف بس هي اداره ليفربول انا بعتبرها دايما اداره بخيله جدا في الانفاق، واداره بخيله جدا في التعاقدات. واعتقد ده يعني مش بس محمد صلاح، اعتقد ده هياثر عليهم عموما في تجديد العقود. يعني انت عندك مثلا فان دايك يعني افضل مدافع في العالم مثلا، لو عنده عرض من ريال مدريد او برشلونه براتب اعلى مغري ازاي هتبقي محمد صلاح مثلا بيقدم معك افضل مستوى، اذا عنده عرض من ريال مدريد او برشلونه براتب اكبر ازاي هتقدر هتقول لا معلش انا عندي سقف للتعاقدات؟ طيب انت هتخسر افضل لاعب في العالم، محمد صلاح النهارده هو افضل لاعب في العالم، فبالتالي هل انت مستعد تخسر لاعب بالقيمه الفنيه والتجاريه اللي محمد صلاح بيقدمها؟ انت تتوقع ايه في ختام حوارنا عشان احنا خلاص اتوقع ان هم هيوصلوا لاتفاق، في كلام ان هو يحصل على مكافاه تعاقد 25 مليون يورو مع رفع ويستاهلها صح يستاهل كده يعني يستاهل يكون الاغلى في الدوري الانجليزي. هو مشرفنا وهو ايقونه دلوقتي في الكره الاوروبيه مش بس الكره المصريه، احنا بنتمنى له التوفيق وان شاء الله ليفربول يعني يديله حقه لان هو ده حقه اعتقد بالظبط مش اقل منه. هو الافضل في العالم وافضل في الدوري الانجليزي، يعني في لعيبه مستوى اقل بكتير جدا صحيح. منه وبتاخد ضعف الرقم. بشكرك شكرا جزيلا، يعني دايما كده المتعة والمعلومات الحلوة وحضورك الجميلة، بشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الأستاذ محمد البرمي، دايما منورنا في صباح البلد. فقرتنا الرياضية انتهت ولسه المزيد ولكن بعد الفاصل.